المشروع العلماني في الوطن العربي هو أفشل المشاريع، أفشل المشاريع. لا أقول أنه مشروع فاشل، بل أقول أنه أفشل المشاريع. لماذا؟ لأن لسببين اثنين. لأن الغرب والنصارى بشكل عام أنا جو مو ريفير على ريليجيون باعتبار أن العلمانية هي منهج حياة وليست فكر اقتصادي مثلا أو سياسي أو كذا، هي منهج. هذا منهج شمولي قائم بذاته. شكون اللي جابو، شكون اللي تبناه في العصر الحديث؟ تبناته وحنا بالغرب نصارى في غالبيتهم نصارى، وهؤلاء ديالنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين هما النصارى، فهم ضالون. فاش تجيب واحد الانسان ضال غتترجع عقلاني بغض النظر واش هذا المنهج صحيح ولا خطا، المهم انت تتحدث معاه بالعقل قد يستفيد من هذا الامر. يعني انا غنعطيكم مثال بسيط. فاش مشي عند واحد نصراني ونشككو في دينه ونزعزعو ونخلخلو في العقيده ديالو ونوضعو عليه اسئله تشكيكيه، اكيد هو غيستافد من هذه المساله هذه لانه اصلا هو مضطع. وكيفاش نمشي عند واحد على الحق المبين المهدي نبدا نشككو؟ اكيد اما غيكون هو راسخ في دينه وما غيتزعزعش، يقدر يكون هو غير ثابت وغير راسخ نقدر نخرج عليه ما غنفيدوش. وهذا ما حدث بالفعل لما جاء المسلمون الذين هم على الحق ونجروا وراء هذه الأفكار الباطلة، تخلفوا أكثر. هم كانوا متخلفين وزادوا تخلفا، يا دام فشل هذا المشروع، فشل هذا المشروع بشكل ذريع بشكل خطير. وأبشركم أنه لن ينجح، وهو توفرت له الظروف التي لن تتوفر له في على الأرجح في المستقبل. على الأرجح أن الظروف التي توفرت في الثمانينات والتسعينات أو قبل ذلك، يعني بعد ما وراء الحرب العالمية سيطرت أمريكا والغرب على العالم، وكانت أمريكا هي الشرطي العالم، وكانت هي القطب الوحيد، هذه الشروط ضحلت ولن ترجع، وسيكون هناك عالم متعدد الأقطاب، بل نحن في عالم متعدد الأقطاب. على الأرجح هذا العالم لا يدعم الليبرالية والعلمانية. فهذا المشروع كان يحظى بدعم قوي من الخارج، وهذا ما جعله صمود شيئا ما. وأنا أقصد بالصمود ليس النجاح، أن تصمد سيغفيفغ، أن تبقى موجود. والآن في الفكر أو الوعي العربي هذا الفكر غير موجود، إلا ما شذ ونازع، غير موجود في الشارع، إلا ما شذ ونازع. وتشد ونظر نحن نسميوها كاع 10%، نعطيكم أسيتي 15، نعطيكم 25%، يعني أقلية في أحسن التفاعلات. هاد القلة القليلة سترجع القهقرة،
ولا تزيد لي الأمن. مثال بسيط على ذلك المشروع التركي. المشروع التركي أمر الناس أن الحل في الإسلام وفي الرؤية التدريج قواعد الإسلام، رأوا النجاح المبهر للدولة. الدولة التي حكم العلمانيون بحيد بقبضة من حديد ونار، ربما 70 سنة لم تصل هذا التطور الذي وصلت له في 20 سنة. فحتى من هو علماني بطبعه، حنا دابا كنقولوا علمانيين، قرات بعض المواقع الامريكيات تحدثوا على تركي محافظ وتركي متحرر او متح، هذوك بطبعهم متفتحين ومتحررين. الا ما تبسيتيش ليه هذيك التحرر ديالو وداك الليبراليه ديالو وداك الحريه، يصوت غادي يصوت لاردوغان ويصوت لعداله 100 ويصوت للمشروع الاسلامي.